الصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب الخير جميعا. هنتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله عن Core In Statement، ودي واحدة من ضمن طبعا حالة من حالات اللوب، بس فيها إيه؟ فيها جملة جديدة مع فور أوبريتور، أو بلاش يعني نقول حاجة جديدة في الستيتمنت، هو وجود الكلمة إن دي. تمام؟ أوكي، خلينا كده نبدأ على هذه، هناخد شكلها كده، شكلها بيكون إزاي؟ هنكتب فور، أوكي؟ ونفتح البرنتسيس تبعك ونقفلها، وأدي الكيرلي بريسز فتح وقفل، وهنا مجموعة من الستيتمنتس. حلو الكلام؟ جميل. جوه البرنتسيس بتوع جملة فور يا جماعة بعمل إيه؟ بكتب في الأول حاجة من اتنين، يا إما فاريبل يا إما إكسبريشن. حلو؟ جميل. بعدين الكيورد إن، وبعدين أوبجكت. كده ممكن نفهم شوية هي بتعمل إيه. في مكتبات إم دي إن يا جماعة بيقول الفور إن ستيتمنت دي بتإتيريت، بتكرر سيفايد فاريبل اوفر اول انمرابل بروبرتيز، وهنتكلم عن القصه دي ان شاء الله باذن خلال السيريز اللي جاي. يعني هي بتكرر سبيسيفيك فاريبل، فاريبل معين اعتمادا على البروبرتي بتاعت اوبجكت. حلو جميل خالص. يبقى المساله فيها اوبجكت، فيها اوبجكت. يعني ايه؟ يعني انت عندك اوبجكت، الاوبجكت ده فيه مجموعه كبيره من البروبرتيز. حلو جميل. جملة فور ان دي يا جماعة كل قصتها انها بتحاول تكرر خاصية معينة في الاوبجكت ده، وهتسندها للفاريابل ده. حلو الكلام؟ بعدين بقى في حالة ان انت هتمشي بقى مثلا الاوبجكت ده عندك فيه اول عنصر، العنصر رقم واحد، بعدين العنصر رقم اثنين، بعدين العنصر رقم ثلاثة، عندك جوه الاوبجكت ده في ثلاث مثلا بروبرتيات. حلو كده؟ جميل. البروبرتي الاولانية مثلا هتروح تسندها للفاريابل ده، بعد ما تسندها ليه تشوف الستيتمنتس بتاعتك ايه، بعدين تروح عاملة اللوب مرة تاني، تروح عند العنصر رقم اثنين، تروح تسنده للفاريابل او الاكسبريشن ده. تمام؟ وبعدين تروح تنفذ الستيتمنتس و اللوب مره تاني، وتروح على الاوبجكت التالت، تسنده للفاريبل او الاكسبريشن ده، وبعدين تنفذ الكلام ده، وقت ما تخلص الاوبجكت بروبرتي بتاعه اللوب بيخلص. تمام كده؟ ده بشكل بسيط، يعني عايزين نقول اللمسه بس بتاعت، او يعني نحاول نمثل هي بتمشي ازاي. حلو. مع المثال ان شاء الله باذن الله الامور هتوضح اكتر. واول مثال هنبدا بان احنا نكرر كل القيم اللي موجوده في اوبجكت. يعني ايه؟ كاننا بنكتب، بندي اوبجكت مجموعه من البروبرتيز، وبعدين بنروح ننادي على اوبجكت، فايه هيطلع لك كل البروبرتيز بتاعته. المره دي لا، احنا مش هننادي عليه، احنا هنخلي فاريبل يشيل القيم بتاعته هو. تمام كده؟ طيب انا عارف ان الكلام تحس ان هو بالالغاز يعني، بس ماشي. خلينا نبدا بتعريف فاريبل. فار مثلا اوبجكت يساوي الاوبجكت ده، هنحط فيه مثلا بروبرتي اسمها نيم، وانا احط لها القيمه اسمي علي كوما، بروبرتي الثانيه اسمها ايش، وهحط فيها مثلا 26 كوما، البروبرتي الثالثه هنخليها مثلا نقول جيت ماريد، والقيمه بتاعتها هنخليها فولس. كفايه كده. اوكي، انا لو قلت مثلا اوبجكت عملت انتر، هيقول لي والله الاوبجكت ده فيه مثلا الايج وجيت ماريد ونيم والكلام ده، ده المكونات بتاعه. حلو جميل. هنعمل ايه بقى؟ انت عندك اكتر من حاجه يعني. اوكي، خلينا بس نبدا بصاحبنا الجميل ده اللي هو الفاريبل اتسلف، الفاريبل ده. تمام؟ انا هحاول اعرفه بره، يعني هعمل له ديكلاريشن بره جمله فور. تمام؟ يعني هقول فار وهسميه انا بروبرتي، بس فار بروبرتي ده كده ما فيهوش اي حاجه. تمام؟ فاضي يعني، انا عملت بس ديكلاريشن. اروح اقول والله فور، وافتح البرنتسيس ك
كيرلي بريسز، هنزل تحت عشان اكتب كونسول وفور. فور ايه بقى؟ انا عايز اسند القيم بتاع الاوبجكت ده للفاريابل ده. جميل. يبقى بروبرتي ان اوبجكت، انا مش عندي فاريابل موجود او انا مش عندي اوبجكت موجود، ها الاوبجكت ده حلو، انا بقول له والله فور بروبرتي ان لوب ان اوبجكت، يعني ايه؟ يعني انا عايزه الخصائص او البروبرتي الموجوده جوه الاوبجكت ده اللي هي الايج والجيت مالت والنيم تسندها لي للبروبرتي ده. جميل. ايه اللي هيحصل بقى؟ هقول له كونسول دوت لوج، وانا في الحاله الاولانيه هقول له انا عايز كل القيم اللي موجوده في الاوبجكت. حلو كده. لما بحب اقول له انا عايز كل القيم اللي موجوده في الاوبجكت بعمل ايه يا جماعه؟ بقول له والله الاوبجكت وافتح البرنتسيس، وها لو انا مثلا قلت انت عايز ايه من الاوبجكت؟ انا عايز البروبرتي. طيب ماشي، انا يعني مع المثال هتوضح اكتر. يعني انا عملت انتر، هتلاقي اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان هو كتب لك القيمه علي، بعدين 26، بعدين فورس. ايه القصه؟ ايه الدنيا؟ الدنيا ببساطه كل اللي انت عملته ان انت عرفت متغير. المتغير ده لما حطيت له جمله ان وقلت له بعد من جمله ان بعد من كلمه ان بيجي اوبجكت، فبالتالي كل الخصائص اللي موجوده في الاوبجكت ده هيتم اسنادها للبروبرتي، للفاريبل اللي اسمه بروبرتي. فلما انت قلت له انا عايز اوبجكت بروبرتي، فراح عمل لك ايه؟ قال لك خلاص ماشي، اوبجكت في الحاله الاولانيه قيمه الاوبجكت ده، القيمه الاولانيه ليه اللي هو ايه؟ اللي هو الاندكس 0 يعني. تمام، بلاش اندكس 0، اول عنصر فيه ده مش اري دي، اول عنصر في الاوبجكت ده ايه؟ اول عنصر هو عباره عن النيم. جميل. فراح اسند لك النيم للبروبرتي. فانت كده عايز ايه؟ او عايز اوبجكت بروبرتي، يعني عايز اول خاصيه في الاوبجكت، واول حاجه كانت عباره عن ايه؟ عباره عن علي. حلو خالص. بعدين راح عامل لوب مره ثانيه علشان يدور على الخاصيه الثانيه اللي هي كانت عباره عن الايج، راح اسند لك الايج. ها ما انت كاتب له بقى بروبرتي ان اوبجكت، فبالتالي انت بتحاول تورث كل خصائص الاوبجكت للبروبرتي ده. طيب، وراح بعدين المهم الشهد ابتدى يكرر لك، قال لك علي و26 وفولس. فهو يا جماعه اذا كنت انت ماشي مشي بنفس الترتيب، يعني مثلا الاوبجكت الاولاني كان فيه انا قلت فيه نيم وبعدين ايش وبعدين جيت مارد، لما جيت كتبت خلى لك نيم دي الاولانيه، بعدين ايش دي الثانيه، بعدين جيت مارد الثالثه، ماشي لك بنفس الترتيب. ودي نقطه تتحط بعين الاعتبار، اهو علي وبعدين 26 وبعدين فولس. ده بالنسبه للقضيه دي. فانت بتحاول تعمل لوب داخل الاوبجكت باستخدام فاريبل ورث خصائص او اخذ شويه خصائص من ايه؟ من الاوبجكت على وجه التحديد اللي انت مسميه. انا سميت الاوبجكت بتاعي، انا مسميه اوبجكت دلوقتي. يا رب اكون وصلت لتوضيح المفهوم، ولسه سيريز من الحلقات يعني ربما تمشي معانا في اكتر من حلقه موضوع الفور ان مع الري مثلا او مع نظام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.